حضرت. استاذ سمير عبد العزيز، بنرحب بيك النهارده، بنقول لك مبروك على التكريم وجودك النهارده من مؤسسه كبيره زي الاهرام. كلميني عن حضورك النهارده، بيمثل لك ايه التكريم؟ حضوري النهارده اهم ما فيه، سعيده بان الاهرام يعمل هذا الحفل ويعمل تكريم للفن اللي حصل طول السنه اللي فاتت. تشجيع الفن، وتشجيع الفن الجيد مش اي فن، يعني كونه يعمل جوائز او تكريمات فده معناه تشجيع للناس تعمل عمل جيد، لان احنا الدراما سلاح خطير جدا اذا اهتمينا بيه وعملناه اعتبرناه رساله ونقدم اعمال جيده لا تجرح عين المشاهد ولا اذن المشاهد وتاخد جايزه، فيها تشجيع لكل الناس تعمل كده. فانا بشكر الاهرام ومبادره رائعه منه انه يعمل جوائز للفن الدرامي. التكريم النهارده من خلال تصويت الجمهور للفنانين، حضرتك بتقيم ازاي يعني رؤيه الجمهور، وخاصه بيبقى في رؤيه ثانيه هي رؤيه النقاد، شايفه ازاي الفرق بينهم؟ ما فيش فرق، بس النقاد بيبصوا من الناحيه الفنيه اركانها معموله ازاي. الجمهور قد يكون له ميول مختلفه عن النقاد، لو جمعنا بين الاثنين هنطلع الصح، يعني رأي الجمهور مع رأي النقاد يطلع لنا نتيجة صحيحة. طبعا أخيرا عايز أخذ من حضرتك، طبعا أستاذ محفوظ عبد الرحمن الكاتب الكبير، في تعامل بينه وبين أستاذ حسني صالح، هل في جديد بخصوص الدراما التلفزيونية؟ أيوة، بيعمل له مسلسل هيبقى شيء رائع لمصر. حدد اسمه؟ لا لسه. بيكتب هو محفوظ، يغيب قوي في البداية عشان بيعمل خريطة للمسلسل كاملا وبعدين يبتدي يملى الورق بقى. خارج رمضان ولا؟ والله حسب، يعني هو مش ملوش ارتباط برمضان، لكن حسب ما هينزل، يا إما رمضان يا إما في الأيام العادية، وأنا أفضل الأيام العادية. أشكرك جدا، شكرا. حضرت أقوى موقع فني في مصر.